أسعد الله أوقاتكم بكل خير، معكم عماد أبو صقر. وصلنا برحلتنا الاستكشافية إلى هذا المكان الغريب العجيب. كما تشاهدون هنا منطقة منحدرة. في هذا المكان يوجد البحر الميت، وهو أخفض بقعة على وجه الكرة الأرضية، 500 متر تحت سطح البحر. هنا سمي هذا المكان بأخفض بقعة للعالم، منطقة نهاية التاريخ. كانوا في هذا المكان يوجد ممالك خمسة تسمى ممالك سدوم. ربنا سبحانه وتعالى بعث لهم قوم، بعث لهم النبي لوط عليه السلام، وهم قوم لوط، حتى يدعوهم إلى الدين الإسلامي وإلى الطريق الصحيح في الحياة في المعيشة. كانوا يتزوجون بعضهم للأسف شديد، كمثل اليوم ما يسمى بالمثلية. المثلية موجودة في هذا المكان منذ يعني قرون مضت. فربنا سبحانه وتعالى أرسل إليهم لوط عليه السلام لكي يدعوهم إلى الطريق الصحيح والسوي، إلا أنهم رفضوا وكادوا يعني يقتلونه. فربنا سبحانه وتعالى جاء الأمر الإلهي بأن يترك لوط عليه السلام هذه الأرض. طبعا هنا يوجد في هذا المكان دولة فلسطين المحتلة. طبعا فهرب لوط وقومه، إلا امرأته كانت من الغابرين. المرأة يعني ظلت تنادي وقومها حتى ربنا سبحانه وتعالى حجرها في ذاك المكان. بالفعل صنم كامل لامرأة لوط عليه السلام. إلا أن القوم هنا عاثوا فساد وبقوا في المكان ولم يستجيبوا للوط عليه السلام، إلا أن الأمر الإلهي جاء وربنا سبحانه وتعالى مسك هذه القرى، قرى سدوم أو مملكة ممالك سدوم، إلى أعلى السماوات العلى. ثم ربنا سبحانه وتعالى على طبعا على جناح جبريل عليه السلام، وبعدها يعني قلب عليها سافلها، والقصة مشهورة في القرآن. وأصبحت هذه المنطقة منطقة الخسف، لأنهم تم الخسف لممالك سدوم بسبب المثلية، المثلية القديمة. طبعا اليوم المثلية الحديثة التي ينادون بها، ومصيرهم كمثل هذه الممالك إن بقوا هكذا في هذا العالم الطاغي. القصة مشهورة بالقرآن الكريم. وجينا إلى هنا نطلعكم على المكان، درجتنا الاستكشافية، مع تحياتي من أبو صقر، من أمام أخفض بقعة على وجه الكرة الأرضية.